شفتني وانا في التلفزيون؟ طبعا شفتك يا خديجه، وبسطت قوي من كلامك. انا فرحانه اني رجعت المسرحيه عشان همثل، وانا بمثل بحس اني شاطره وبحس اني اقوى واحسن من وانا عاديه، وكمان بتبسط لما حد يقول اني بعرف امثل. انت عارف ان علي قال لي بحبك بجد؟ وانت قلت له ايه؟ ضحكت قوي وقلت له انا بتحبني انا. انت بتحبيه زي بابا وماما مش كده؟ لا، زي ما شادية بتحب رشدي اباظة. طيب بصي يا خديجة، عايزك تقولي لي وش علي لما كان بيقولك بيحبك كان شبه ده ولا ده؟ ده شبه ده. علي بيعمل حاجات كتير حلوة عشاني. قال إن منة ضايقتني، قال الحقيقة مش بيكذب، وكلم بابا استأذنه عشان يخرجني، يعني مقدم، واداني دور البطلة في المسرحية. عارف إني بمثل حلو. أنا بحب علي يكون موجود، وبتبسط قوي لما بشوفه. وهو يا خديجة لما بيقولك كلام حلو كده أنتي بتقولي له إيه؟ بقول له شكراً، وبقول له إنه شاطر، وهو بيقول لي إنه مبسوط إني رجعت المسرحية، وأنا دايماً هخليه مبسوط. أنت عارف؟ علي عمل لي صفحة كبيرة قوي عليها ناس كتير بيحبوني عشان يتكلموا معايا، وقال لي ما أقراش ولا أسمع كلام يضايقني عشان ما أزعلش. يبقى لازم يا خديجة نعمل كده، ما نركزش مع أي حاجة بتزعلنا أو بتضايقنا. خديجة أنا مبسوط جداً إن أنت دلوقتي بقيتي قادرة تعبري عن مشاعرك وأحاسيسك. أنا متأكد إنك قريب قوي هتبقي ممثلة شاطرة جداً. عايزك يا خديجة تعرفي إن أي حاجة أنت نفسك تعمليها ومصدقاها هتحصل لك طالما أنت مصممة تعملي كده. تيجي نتدرب على التمثيل؟ نتفرج على المشهد ده كده؟ Watch it.